الصباح من العام. أعتقد نجيش نكلمة السيدة فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مش تورا من هران عم سيدي 20 شهر 3 النقطة المتداولة إن قريد دورة الاستثنائية الأعضاء الجماعة سيد القائد وش يعذو مليح دين بعض النقط إيج النقطين نقشوها تخاصي كم مرسي سماع إن شاء الله انت غاي يبشن جماعة مستسماع سمح الله وجد قاعد شوي نيوذن خذ ثلاثة نيوذن السبح لا لا عليه قد سنقى قد كارثة في الدين أبدي هاك الزاد أخي يمان هاك الزاد صباح الله صباح الله بس أنا مش جديد أخي محمد نهار تغنى الدورة نهار 20 مارس 2024 دورة استثنائية تقضي بعض النقاط خاصة تتميم اللجان تقضي أغلبية أخويا محمد مش ضريت تقضي تتميم اللجان وتقضي بوش الحاجة تتماني بوش النقطة مهمة لسيري التداول من غير نقطة بيع المنتوج الغباوي باش لنا باش للرأي العام تسنى بأن تزديت تما يجن رسالة يجن الدورية تزدي وزارة الداخلية زوج داس كيف بانه هذه قسم لعاب يجن مقطع مثلا الغباوي خاصة الأشجار تما المتضررة يوش أخويا محمد من الوارث الشجار اللي نشي الشو شو تما ولا توعوش جيت ثورات مزارق ثورات مزارق مساحة غير محددة واسعة المهم تما وني تيرين يتوقع تما السمسارة العمومية اللي هي 15 ماي سجن السمسار عمومية الحمد لله نش الجماعة النغز تفدت استفدت سجن 90% تم البيع المنتوجة وانيتا وثاني تجن النقطة الحمد لله نشينا أكرناك الصالح العام 500 حشت موارد الجامعة النغي غين من منطقة يغاني غزة نشينا قناة كيس ماشي الناس محمد الزرهوني نشينا واد نسيدا إلا باش نمثل الساكنة وندافع الحقوق الساكنة يعني غزة الله يحفظك سيدي القائد شكرا دمانا يا اخويا محمد بالنسبه للجان المغنيه وقع سنت المهم وقع الترشيح تتميم اللجان تولي تسمى على حسب الاعضاء اللي تو يستقل كبر من الرئيس النائب نتهنى اني تسمى يا بحمد الرئاسه النواب شينا قناضين اعضاء ديال الجماعه قناض ان شاء الله داك الساكنه باش نصوت الصوت كممثلين الساكنه نسقوا الهموم نساند المشاكل المتطلبات تسمى ان شاء الله من غيري مستقبلا ان شاء الله دينين غنغيري النقاط انت ندرج ان شاء الله ضروري ديال الدورات العاديه المقبله ان شاء الله باش خاص ندافع بقوه خاصه ما يتعلق بالتنميه الى المنطقه ما ينغي تهمان لان اهم حاجه يتيرين ديال الدورات وهي ما يتعلق بالنقاط يجب ان تدرج نقاط مهمه التي تتعلق بتنميه الساكنه والمرافق التي تحتاجها الساكنه بصفه عامه التصن حوايج يحتاج تقبيه النغ التصن المرافق يحتاج لان بويا فنهار متاخر التصن حوايج ولهذا ان شاء الله نشينا قناضنيتا كاعضاء دي كاع من جديد ندافع ان شاء الله بكل ما اوتينا من قوه ان شاء الله من اجل الصالح العام من اجل التنميه المنطقه ان شاء الله غنغيرين المرافق العموميه غير التصن حوايج نحتاج مثلا السوق سبيطال ملعب طرق المهم مش القاشين مرة من الجان الصالح ان شاء الله المنطقة باش نعني غزات ولهذا قاعص ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله رغم انه مش نمشيو مدير النوب ذات طمزاتو على حساب نهار الدوري هذون واخا رغم انه مش نيت غادي نقول نقطه تسمى اللي ناقش اخويا محمد النقطه الوحيده اللي ناقش اني مش نيت بيع المنتوج الغباوي ونيت غاتس الاجماع لانه يهم المصلحه العامه للساكنه ويهم الاجن المدخول ان شاء الله يتم زي البيع اني كتازي 90% داير في الجماعه هذا يعاون ديال الميزانيه هذا يعاون زي المرافق غيخرق ان شاء الله مستقبلا ولهذا كنت هما تجا اخويا محمد الزروني انت اليوم ديك الشهر بعض النقاط المعلومات يعني تغيير لتنوير الراي العام ثاني تيتم في اطار الشفافيه باش السن يوداني تقسم من يوقع عندي الجلسه يعدو نهارا الجلسه تبقى مغلقه بقرار السيد النائب الثالث السي حمزه بلكوش تيتويسي عن الجلسه لغياب السيد الرئيس والنائب الثاني اللي هو السي يعقوب حجاري والقانون يخول له ان يكون هو الممثل للدورة الاستثنائية التلمسية المهم الحمد لله الجلسة هذو كيجن روح أخوي روح تسمى الإنساني ضروري لأن نهار
من يتهم المرأة وهو المصلحة العامة للسكينة ومن يتهم المرأة ومن يغاد نسادة نتا إلا وتمنوا أن دافع حقوق يودانا كيسنفد أنا إن شاء الله غزة كفوس كفوس باش نمال المنطقة النغرنش إن شاء الله لأن بدون موني وزمان أنا غزة مران يجني تشارك جيت غربي قصح شوار ولكن إن شاء الله قنيري ند اللي ند ندافع بكل قوة المصالح يجن مصالح يجن السكينة أدما ينا يا الإخوان قوات وريغ بالتعاليق السينغو من ديني ولهذا نقوم ديج مينات السباح نزروني إن شان نجيجن اللايف ضام زيانا نسيو شوية تاك سكينة أنا خاصة يوداني غاني قد تيقى ومشينا الأصوات نسان نعاونينا نغ ولهذا نشينا قانغا كيسان إن شاء الله قراصة نقانا ذاني تنشين الأعضاء في المصلحة العامة أي واحد غاش المشكلة غاش شن عرقالا شن مصلحة الناس أنا ديت إن شاء الله نشينا غاش ندافع في إطار القانون ولهذا قوم السي محمد الزرعوني كومي سيوشوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نجدون دينا خل كيف يقت خويا سماعر. الحمد لله بعد 27 سنة زي 98 الحمد لله هذه مجموعة من الأعضاء جدد الهاند غال جماعي عزنا مش سن منهارة توضي نجن دورة استثنائية بما يخص لجنة التعمير ذي المرافق العمومية ذي المنتوج الغبوي نداول لجن نقطة المنتوج الغبوي رغاب ثني ثوست ذي فورياث مزارق إذن قانشين ولهذا الحمد لله يعذو الأجواء إنسانية مليح. السيد النائب الثالث يترأس الدورة في غياب السيد الرئيس ونائبه الثاني ولهذا الحمد لله عذونت الأجواء سبحان الله. لجنة التعمير نشين الحمد لله كأعضاء إذي قاعدين جدد ونكسبو شان ويناث ونكسبو شان لجنة يوقع انتخابات علانية الحمد لله كل شيء عذو مليح ولهذا واجبو نشوا سنقابو شان حاش الطمزيانت 27 سنة أول حضور المجموعة يوذان ولهذا الحمد لله ثاني تقانس دورة استثنائية ولكن دي الدورة العادية الحمد لله قنسوج تشنو قد مليح بما تهم الساكنة وخاصة ثقبيت مبوية فاسن قانشين التصن شعشر نقطة تسمى يدوج غير سؤال كتابي شن نقطة دولا الرئيس بوتين شنارة بجت تسلموها شنارة كأعضاء دي الجماعة وانتك شن شين طلبوها شين طلب يا يعني الرئيس انتش شسنا عما سيدي لأسئلة كتابية النقطة دولا انتن قاسها من غاث قمني ثني تقيم بركين هني غاجة الأغلبية ولكن شين قانون من أجل الشاكنة من أجل ثقبيت من أجل التنمية من أجل الصحة ولكن قداش انت مسلين أقينتي استعجالية ضرورية فهمت وهذه سنتبو شروط صحة الإنسان هذه سنت تشكل رجل الخطورة وخاصة واجمي دغاد كاثين قيديني مش تسنى من الشين الحمد لله قان غاحوس مغمت انتقبتينو وتشكار تشتق بتينو مبويفا أضواينو انتغذمي ذي قنتي قد الشقيقة غاحوس مدنوم وتبارك الله ميدو مغايني تما نهار الحضور النغ يزين حضاري انتتي سنفضل نوم كنيو نتقبيت شنو انت غدمية وتتغور خانوم ونشقي غار حسن الظنوم وقا كان غل الإخوان وتقبيت شنبوية فاك الكل دمانا يجانك نو يحفظ سيد رب العالمين سيحي الوضع بدي سيدي كيش مور رنتا المرشح مويناث إيش مرنان تقلت شنو رسيح الواني أكنو يحفظ سيد رب العالمين كيف هي ذيوم سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا صفوك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المختصر أيا كنت شو نتيت بركت تسمي وظن تراجع كذا ثنتي إلا دورة استثنائية أكنو يحفظ سيد ربي والسلام